وللحديث أكثر عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية والتي بدأ تصويت المغتربين فيها وحظوظ كل المرشح، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب السياسي التركي الدكتور مصطفى حامد أغلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. بدأ تصويت الأتراك المغتربين في الخارج ويقدر عددهم يعني 3.5 مليون ناخب، إلى أي مدى ترى تأثير هذه الأصوات على نتائج الاقتراع يوم 14 من آيار المقبل؟ أولا تحية لكم ولكل المشاهدين. مما لا شك فيها أن تركيا يعني تقدم على انتخابات حاسمة ومفصلية وهامة جدا بالنسبة لمسيرة العدالة والتنمية، وبالنسبة لمسيرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالنسبة لتركيا، وبالنسبة للدول المجاورة، الدول العربية، الدول الإسلامية، ربما ولكل العالم. وهذه يعني ليست، هذا ليس رأيي إنما آراء حتى كل المتابعين الأجانب، بأن أكبر يعني أهم انتخابات في هذا القرن ستكون هي انتخابات تركية هذه المرة، لأنها ستكون مفصلية، وربما تكون يعني إما أن تستمر مرحلة ومسيرة العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان والتصنيع السلاح العسكري وهذه الإنجازات، وإما أن تتوقف وتنحرف مسيرة تركيا إلى جهة ربما يعني مجهولة. لذلك أهمية كل صوت، ويعني أي شريحة من الأصوات التي ستدخل في هذه الانتخابات هي مهمة جدا، منها أصوات الأتراك الموجودين خارج تركيا، ومنها أصوات الأكراد، ومنها أصوات المجنسين الذين سينتخبون هذه المرة. فكل هذه الأصوات هي مهمة، وربما كل شريحة ربما تكون هي بيضة في القضبان. سابقا دائما كانت الأصوات الخارجية تصب دائما لصالح حزب العدالة والتنمية، أو بالأحرى كانت دائما هي تصب بانتخاب يعني المرحوم نجم الدين أربكان، لأنه هو المؤسس الأساسي لجذب الأصوات في خارج تركيا. لكن هذه المرة ستكون هناك بعض الأصوات التي أيضا ستنتخب كريستال أولو، ليس لتشجيع كريستال أولو، لأن كريستال أولو ليس له حظ في الأصوات خارج تركيا، ربما أصوات الشعوب الديمقراطية، والشعوب الديمقراطية يحظى بأصوات كردية خارج تركيا أيضا ستكون لصالح كريستال أولو هذه المرة. لكن الأصوات الخارجية 60% أو 65% منها هي لصالح العدالة والتنمية، وهي مؤثرة على هذه الانتخابات. ونقطة بالنسبة لهذه يعني هذا الأمر، هذه الأصوات عادة تكون مستبعدة أو مستثناة من التقييمات التي واستطاعت الرأي. عندما نقرأ استطلاعات الرأي ربما نضيف عليها 1 أو 1.5% من هذه الأصوات التي أيضا ستكون لصالح حزب العدالة والتنمية، وربما تغير النتيجة وتكون حاسمة في بعض الأوقات. في هذا السياق أيضا شبكة دويتش فيلا الألمانية تقول إنه من المتوقع أن يحظى الرئيس التركي أردوغان بانتصار أصوات الناخبين الأتراك في ألمانيا، والذين يعدون الجالية الأكبر بحسب هذا التقرير. لماذا برأيك وعلى أي أساس استندت دويتش فيلا؟ طبعا عندما يكون هناك استطلاع للآراء الأتراك الموجودين خارج تركيا، أولا الأتراك الموجودين يعني الذين يعيشون خارج تركيا يشعرون بأن الحكومة الحالية أعادت لهم يعني الثقة بمؤسساتهم، بقنصلياتهم، بسفاراتهم، وأعادت لهم يعني الاعتزاز بالوطن. ومعروف أن رجب طيب أردوغان هو يعني الذي يهتم بكل يعني الأتراك الموجودين خارج تركيا. رأينا هذا أثناء أزمة كورونا، كيف تم يعني جلب أو إحضار المرضى، إرسال طائرات خاصة من أجل أن إحضار بعض المرضى من أوروبا. ورأينا اليوم يعني كيف تم يعني إجلاء الرعاية الأتراك والسوريين أيضا من السودان. فصراحة التركي الذي يعيش خارج تركيا يشعر بالعزة الانتماء لهذا الوطن، بالإضافة إلى الإنجازات التي قام بها رجب طيب أردوغان، والتي تجعل المواطن التركي هو أيضا يشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الإنجازات.
أيضا كما قلت، عندما يذهب المواطن التركي إلى القنصلية وإلى السفارات يجد من يهتم به ويرعى أموره، لذلك بدأوا يشعروا بالانتماء والارتباط أيضا بالبلد، وهذا مؤشر كافي لأن يكون هناك يعني دعم لحزب العدالة والتنمية. نعم، هناك جانب آخر طرحته مجلة الإيكونومست البريطانية، تقول أنه نسبة الرماديين أو نسبة المتأرجحين من الأصوات تبلغ 13%، وتقول أن الرئيس أردوغان يمكن أن يستفيد من تاريخه الطويل لاستمالتهم باتجاهه، خصوصا بعد تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم في البلاد وتحقيق هذه الإنجازات على مدى ال20 سنة الماضية. يعني اليوم من ينتخب العدالة والتنمية، من ينتخب رجب طيب أردوغان، يعرف يعني لماذا ينتخب، لماذا يصوت لصالح هذا الشخص، هذا الرجل، هذا الرئيس. لكن إذا سألنا اليوم الذين ينتخبون أو الذين يريدون أن يصوتون لكليتشدارو أو لا، صراحة تجد أن الأصوات يعني أن المبررات أو أنهم لا يعرفون لماذا يختارون كليتشدارو أو لا. نعم، إما أنهم لا يريدون التصويت لأردوغان، أو أنهم يريدون التغيير، أو يعني هناك لديهم أعذار واهية صراحة، وهم لا يعرفون، لا يستطيعون أن يقدمون لك سببا مقنعا لسبب ترجيحهم لكليتشدارو. نعم، بينما على العكس من ذلك، الذي يصوت لرجب طيب أردوغان لديه كثير من المبررات والإنجازات على كل المستويات وكل الأصعدة لاختيار رجب طيب أردوغان واستمرار لهذه المسيرة. دائما قبل الانتخابات تكون النسب المترددة أو المترجحة نسبتها عالية حتى فترة قريبة من الانتخابات، ويكون دائما العمل والشغل والتركيز على كسب هذه الأصوات المترجحة المترددة. نعم، لكن هناك اليوم في هذه الانتخابات خصوصا هناك بعض الاستطلاعات تقول أن نسبة المترجحين ليست هي اليوم 20% أو 13%، ربما هي قد انخفضت إلى نسبة أقل من ذلك. لذلك هناك من يقول أن اليوم قسمت الأصوات، يعني كثير من يعني المواطنين يعني اختاروا أو قرروا اليوم من سيختارون، لذلك بقيت نسبة المترجحين نسبة قليلة، وربما هذه النسبة القليلة هناك من يقول أنها 5%، و5% لا تعني شيء بالنسبة للانتخابات. لذلك نعم هناك نعم يقول أن الانتخابات حسمت من الآن. طيب، المرشحون الأربعة يعني في الانتخابات الرئاسية التركية، ما هي حظوظ كل منهم؟ الرئيس أردوغان وكليتشدار أوغلو، كذلك محرم إنجا وسينان أوغان، ما هي حظوظهم يعني بتوقعاتك؟ أنا أرى أن يعني اليوم طبعا يعني محرم إنجا لا حظ له، ولا المرشح سينان أوغان، هذه يعني مجرد يعني هم دخلوا من أجل يعني لما بعد الانتخابات. كل مرشح في هذه الانتخابات له حسابات أخرى. محرم إنجا يريد أن يقول بعد فشل كليتشدارو أوغلو أن كليتشدارو أوغلو لم يعد مؤهلا لقيادة الحزب، ويجب أن يكون هناك تغيير بالحزب، ربما يعود إلى الحزب، ربما يعني يحاول أن يعود إلى الحزب ويستلم رئاسة الحزب. فله حسابات ليس لكسب هذه الانتخابات، لما بعد الانتخابات. نعم يبقى الاستقطاب والتخندق والانقسام ما بين صف المعارضة لنقل وصف يعني الحزب الحاكم والائتلاف الجمهوري. اليوم الحزب الجمهوري يعني كل خطوة وكل يوم يسجل إنجازا ويسجل تقدما، نعم بينما نجد أن المعارضة وكليتشدارو في كل يوم لديه أخطاء، البعث على السجادة، كثير من الأخطاء، الهفوات، يعني وليس هناك لديه أي وعود تعتمد على إنجازات سابقة، كلها سأعمل سأعمل سأقوم سأتي، لكن ليس لديه أي إنجاز. بينما العدالة والتنمية يقول نحن كما أنجزنا وكما فعلنا فإننا سنقوم بهذا الإنجاز. لذلك اليوم أنا أرى أن أكثر القطاعات الحقيقية، هناك بعض القطاعات طبعا المعروفة والتي يعني أظهرت فشلها الذريع قبل الانتخابات في مرات سابقة، هي تحاول ومقررة من الحزب المعارض تريد أن تعطي أو تنفخ في المعارضة بأنها هي على يعني طرق نعم من الأصوات، هي قريبة من بعضها. لكن أنا أرى أن ربما الأصوات قد حسمت في نسبة، لكن تكون هذه النسبة يعني قليلة، يعني 1 أو 1.5% نعم لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان. من إسطنبول الكاتب السياسي التركي الدكتور مصطفى حامد أوغلو، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.